مشاهدينا نتجه مباشرة إلى القصيم مع المعرض الوطني الدائم ملحمة بطولة وميلاد أمة، وهو أحد أبرز المعالم في منطقة القصيم واللي راح نتعرف عليه مع الزميل علي العطينان. أمسي عليك بالخير زميلي علي، لو تعطينا للمشاهدين صورة ويعني صورة شاملة عن هذا المعرض وما يقدم في ثناياه، تفضل. علي تسمعني؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم متابعينا الكرام وشكرا للزملاء في الاستوديو. أكيد من خلال هذه التغطية من هنا من منطقة القصيم ومن داخل المعرض الوطني في مدينة بريدة الذي طبعا تشرف عليه إدارة تعليم القصيم، هذا واحد من المواقع وأيضا المراكز الإثرائية التعليمية الثقافية التي تقدمها إدارة تعليم القصيم أبنائها الطلاب والطالبات وكذلك الزوار من مختلف وكافة أيضا الشرائح المجتمعية. نتحدث مشاهدينا الكرام عن هذا المعرض الوطني الدائم في مدينة بريدة الذي يتضمن العديد من المقتنيات، أيضا العديد من العروض وكذلك العديد من الوثائق التي يحتفظ بها في عدد من أقسامه. لمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض أرحب بالأستاذ سالم الوهبي رئيس النشاط الطلابي بتعليم القصيم. أهلا بك أستاذ سالم، يعطيك العافية. لو طلعت المشاهد أكثر على هذا المعرض وفكرة هذا المعرض. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بأعزائي المشاهدين. هذا المعرض هو تابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ويحظى بمتابعة واهتمام سمو سيدي أمير المنطقة وكذلك متابعة سعادة مدير التعليم والقيادات التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم. نعم، لو عرفت المشاهد أكثر على محتويات هذا المعرض، إيش اللي يقدمه؟ إيش الأقسام؟ المسارات اللي فيه؟ والله هذا المعرض يحتوي على قاعات وصالات متعددة، أهمها صالة مكة المكرمة، ثم صالة المدينة المنورة، ثم بعد ذلك صالة تأسيس المملكة العربية السعودية، بعدها أيضا صالة متعددة المناسبات الوطنية تستخدم في كل مناسبة وطنية، ثم صالة لتاريخ التعليم والمخطوطات القديمة جدا التي تختص بالتعليم، كذلك هناك صالة للتعريف بمنطقة القصيم ومحافظاتها وما تتميز به هذه المنطقة، وكذلك صالة تدريبية لتدريب الطلاب على الفنون التشكيلية وكذلك تدريبهم على الخط العربي وكذلك تدريبهم على العرضة السعودية. نعم، جميل. يعني هذا المعرض فكرة أنه يكون يعني مزار وجهة للطلاب الطالبات الزوار يستعرضون يعني هذا التاريخ والتنوع الثقافي وأيضا تاريخي. والله طبيعي أخ علي أنه هذا الهدف الأول، أنه يكون مزار عام للطلاب والطالبات وكذلك لعموم زوار المنطقة، بخلاف أيضا يعني بالإضافة إلى زوار المنطقة من المتسوقين والزائرين والسياح وكل من يزور منطقة القصيم، يعتبر المعرض الوطني الدائم هو مزار للاطلاع على تاريخ هذه البلاد الطيبة. جميل. طيب خليني أسألك بشكل سريع أستاذ سالم، يعني اليوم هذا المعرض أبرز الفعاليات المناشط اللي تقدمونها من خلاله ويحتضن هذا المعرض، في فعاليات ولا فقط يعني هذا العرض المرئي والمصور وكذلك الوثائق؟ كثير من الفعاليات تقام في المعرض الوطني، هناك يعني بالقريب كان هناك فعاليات التعليم في ليالي رمضان، كان هناك دوري لكرة الطائرة للطلاب والطالبات للطلاب، كان أيضا هناك معرض تشكيلي للطلاب والطالبات، أيضا المشاركات الدولية والمشاركات المحلية التي يشارك بها أبناؤنا الطلاب يتم عرضها من خلال هذا المعرض، وكذلك الطلاب الذين حصلوا على جوائز من خلال تقديم المواد التي حصلوا عليها
لهذه الجوائز. إذا فاز الطالب أو الطالبة بجائزة يتم عرضها داخل هذا المعرض للطلاب والطالبات حتى يكون هذا حافز لأبنائنا الطلاب في عموم منطقة القصيم. المعرض مفتوح الفترات، لو يعني حبينا نوجه دعوة لمن يرغب بزيارة المعرض، الفترات اللي متاح للزوار بزيارة المعرض. المعرض مفتوح بشكل دائم، أيضا هناك فريق متكامل ينسق للزيارات، هناك فريق يتواجد داخل المعرض وهناك فريق آخر يتواجد للتنسيق داخل الإدارة عن طريق قسم التواصل في الإدارة العامة للتعليم. شكرا. شكرا حبيبي. إذا متابعينا الكرام، يعني هذه وقفة على واحدة من المواقع وأيضا المراكز اللي تعتبر وجهة ثقافية إثرائية وأيضا سياحية تعريفية عن منطقة القصيم، بالإضافة إلى ما تحويه من معلومات يعني نعتز ونفتخر بها من خلال يعني حفظ العناية بالحرمين الشريفين وما تبذل الدولة أيدها الله من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وضيوفهما، بالإضافة إلى المعارض والمسارات والأقسام الأخرى التي أيضا توثق تاريخ المملكة العربية السعودية وما تحقق ولله الحمد من إنجازات. كذلك هذا المعرض كما تحدث ضيفنا الكريم الذي يحفظ يعني الأعمال وأبرز الأعمال والاستحقاقات اللي حصدها طلاب وطالبات في تعليم القصيم. كل الدعوات لهم بالتوفيق. أعود لي الزملاء في الاستديو. شكرا جزيلا لك علي اللي اعطيناه على هذه التغطية، وشكرا لضيفك واللي كنتوا معانا من هذه التغطية عن المعرض الوطني الدائم ملحمة بطولة وميلاد أمة واللي تشرف عليه الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، واللي نشكرهم أكيد على هذا الجهد الوطني المميز. نتوقف مشاهدينا.